انطلاق معرض ويتكس 2018 في دورته العشرين، حيث العالم أجمع ينتظر أجدد ما توصلت له من الاستدامة في شتى المجالات. لمعرفة المزيد تابعونا في هذا التقرير. معرض ويتكس هو معرض عالمي في شركات عالمية من مختلف الأماكن بالعالم، بالإضافة إلى جهات حكومية وجهات انترناشونال تيجي تشوف المعرض. فاليوم يعتبر معرض ويتكس منصة عالمية لعرض جميع مشاريعنا ومبادراتنا المستقبلية اللي موجودة، اللي هي تخدم في مجال الماي والطاقة والبيئة. هو يعتبر منصة لتبادل الخبرات عالميا ولاكتساب أيضا عرض مشاريعنا الموجودة عشان السوق العالمي يعرف نحن شو من مشاريع عندنا مستقبلا. نحن اليوم في معرض ويتكس مستغلين الفرصة وطارحين مبادرة جدا جميلة، المبادرة اسمها مهندس سعفات معتمد. طبعا في هذه المبادرة نحن مستهدفين فئتين، الفئة الأولى هي مهندس سعفات معتمد فئة المحترفين، وهي للمهندسين العاملين في قطاع البناء والتشييد من مهندسين عاملين في مكاتب الاستشارات وشركات المقاولات، كون نستهدفهم في تطبيق مبادئ نظام تقييم المباني الخضراء في إمارة دبي في المشاريع التي يصممونها وينفذونها في الإمارة. المعرض المشاركة فيه طبعا مثل ما تعرفون احنا في كل سنة متواجدين، دائما نعرض اخر انتاجنا، هذه من اخر المحطات، 77 محطة حاليا عاملة في المؤسسة، السنوات القادمة ان شاء الله بنضيف 4-5 محطات باذن الله تعالى. نحن اليوم هذه فرصة انه نرجع نشارك بمعرض ويتكس بدورتها العشرين. معرض ويتكس هي فرصة ذهبية مشان كل هالتقنيات وكل هالمعارف تلتقى بمكان واحد، وفعلا نلقي نظرة للمستقبل، نشوف شو هي هالتكنولوجيا يلي قادمة إلى المجتمع، ومن خلالها ممكن احنا نحسن أداء البيئة الحضرية بمعنى المدن، وكيفية تخفيض البصمة الكربونية والبصمة الإيكولوجية على الكون أو على الأرض. انتهت جولتنا في معرض ويتكس، واللي لاحظنا من خلال دور الشباب والمشاركات الشبابية والذين يعدون هم بالفعل الثروة المستدامة لصناعة المستقبل.